مرحبا سيما. كرم، شو عم تعمل هون؟ مستناك لتطلعي. خير في شي؟ في أشياء؟ إذا بتريد كرم، نحن حكينا وانتهى الموضوع. لا أرجوك، نحن لسه ما حكينا، أنت ما أعطيتيني فرصة. ظاهر أنك نسيان أنه أنا بإعداد المتزوجة. هلا أنا اللي بعرفه أنه أنت بإعداد المطلعة. سيبا، ما تطلع فيني. أنت لازم تفهمي وضعك وتقدريني منيح. سيبا، أنت إنساني حرة، ما بصير تضلك حابسة حالك هاي الحبسة بدون أي سبب واضح أو أي معنى. هاي حياتي وأنا حرة فيها. أنا بحبك وبدي إياكي، بحبك من زمان مو من هلا. ما حابك تضلي ضايعة هيك بدوامة حسام. حسام خلص طلعي، تركك بمنتهى القسوة أنت وبنته، وأنت لسه قاعدة عم تستنيه لحتى يرجع. أنا ما عم بستنى حدا. لك ليش لساتك قاعدة ببيته؟ مع إنه ما في أي شيء بيربطك فيه. ما بعرف ليش رعني حياتك لذكرى واحد هو أساساً نسيكي وتركك. في ألف واحد بتمنى يكون جنبي، أولهم أنا. صدقيني صدقيني، إذا مشان هنا رح تكون بعيوني عن جد.